السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم مستر حسام الصياد من قناة فلاش التعليمية افهم وتعلم ببساطة. ازيكم يا اصحابي؟ النهاردة بنكمل مع بعض شرح منهج ديسكفر برايمري 3 او الصف الثالث الابتدائي ترم 1 الترم الاول، ولسه بنكمل مع بعض شرح شابتر 1 making a stronger me او يجعلني اقوى. ونهاردة هنبدأ مع بعض نشرح lesson 7 page 17، وزي ما احنا متعودين يكون معانا الكتاب وقلم، ولو مش معانا الكتاب يكون معانا كشكول نكتب فيه ونذاكر منه. ويلا نبدأ بسم الله الرحمن الرحيم. lesson 7 يا أصحابي بتتكلم عن التقييم الخاص بينا في الكلاس روم. احنا زي ما احنا عارفين ان احنا في الكلاس روم بنتقسم لجروبز او لمجموعات، والمفروض ان احنا بعد ما عملنا الكوميرشلز او الاعلانات التجارية اللي عملناها المرة اللي فاتت، كل واحد عمل كوميرشل هو والجروب بتاعه. الكوميرشل ده اتكلم عن برودكت من البرودكت المختلفة او منتج من المنتجات المختلفة، والكوميرشل ده طبعا استخدمنا فيه استراتيجيز او الاستراتيجيات اللي احنا اتعلمناها، وذكرنا طبعا البرايس او السعر، ذكرنا ان الكوميرشال بتاعنا جايب الباكجينج او التغليف والتعبئة بتاعت البرودكت ده colorful او ملونة وبشكل جميل، وعرفنا كمان ان ممكن نستخدم استراتيجيز تانية بتعتمد على الجراب اتنشن او ان احنا نجذب انتباه الخاص بالمشاهد اللي بيشوف الكوميرشال بتاعنا، او الاستراتيجية التانية اللي بتعتمد على الprovided information او توفير المعلومات، وان احنا نعرف المشاهد اللي بيشوفنا بعض المعلومات عن البرودكت بتاعنا علشان يشتري المنتج بتاعنا ده وما يشتريش منتج تاني. فاحنا عرفنا المعلومات دي المرة اللي فاتت، وبعدين المفروض ان كل جروب من الجروب عمل الكوميرشال بتاعه او الاعلان التجاري بتاعه. المفروض دلوقتي ان احنا هنعمل assessment او تقييم للكوميرشالز الخاصة بالجروبس التانية او المجموعات التانية. فبير اسسمنت يعني تقييم القرناء، تقييم اصحابنا في الكلاس روم والعمل بتاعهم او الكوميرشلز بتاعتهم اللي هم عملوها المره اللي فاتت. فبيقول لنا انا اصحابي listen، استمع closely بعنايه to the commercial للاعلان التجاري being presented اللي اتقدم to you ليك. هو دلوقتي في جروب تاني هيقدم لكم الكوميرشل بتاعهم، واحنا عايزين نسمعه ونشوفه بعناية. وبعدين بيقول لنا listen for strategies، استمع للاستراتيجيات اللي هم استخدموها، facts الحقائق اللي هي الانفورميشن اللي هم بيقولوها، and whether or not the commercial gives you enough information، وسواء الاعلان ده كان بيديلك information او لأ، to make a good choice علشان تعمل اختيار جيد. فهل يا ترى الاعلان ده بيديلك enough information او معلومات كفاية علشان تقدر تعمل good choice ولا لا؟ فبيقول لنا هنا ايه هو البرودكت نيم او ايه هو اسم المنتج اللي هم اعلنوا عنه. فهفترض مثلا يا اصحابي ان احنا في الكلاس روم دلوقتي، وانا الجروب التانية او انا المجموعة التانية اللي بتعمل presenting او بتقدم الكوميرشال بتاعها ليكو، وعايزكوا تعملوا له assessment. فمثلا انا هعمل product جديد او منتج جديد، البرودكت ده مثلا وليكن جوس او عصير، فنسميه مثلا healthy juice يعني عصير صحي. وبعدين بيقول لك مين الperformers او المؤدين اللي بيأدوا الاعلان ده. هنقول مثلا هنا مستر حسام الصياد. ده اول حاجة. فانا دلوقتي بعمل لك الكوميرشال ده وبقول لك ان انا بـprovide أو بوفر healthy juice أو عصير صحي gives you بيعطيك vitamins فيتامينات and makes you stronger وبيخليك أقوى and it costs وهو بيكلف 5 pounds أو 5 جنيه. أنا دلوقتي قلت لك الكوميرشال بتاعي وانت وقفت وسمعتني وعرفت الانفورميشن اللي انا بقولها، والمفروض كمان انت شايف في ايدي دلوقتي الهيلثي جوس ده او العصير الصحي ده، وهو معمول له باكجينج
باكجينج او تعبئة وتغليف شكله جميل وكالر فول كمان ملون كده وشكله جميل. فانت شايفني وشايف البرودكت اللي انا بتكلم عنه في الكوميرشال بتاعي وسمعت الانفورميشن اللي انا قلتها لك، فالمفروض دلوقتي انت بتعمل له اسسمنت او تقييم. فاحنا هنا قلنا اول حاجه البرودكت نيم اللي هو الهيلثي جوس او العصير الصحي، والبرفورمرز او المؤدون هو مستر حسام الصياد مثلا، او هنكتب هنا اسم الجروب الثاني او اسم الستودنت اللي بيقدم لنا الكوميرشال ده من الجروب الثاني. بعدين بيقول لك استراتيجيز يوزد، استراتيجيات استخدمها to get our attention، to get our attention علشان يلفت انتباهنا، يحصل على انتباهنا. Strategies used to get our attention يعني استراتيجيات استخدمها البرفورمر ده او المؤدي ده اللي بيورينا الكوميرشال ده علشان يحصل على انتباهنا او to get our attention. فالمفروض هنكتب هنا ايه علشان نوضح هو استخدم اي استراتيجي من الاستراتيجيات المختلفة. فمثلا يا اصحابي هنقول هنا colorful packaging، colorful packaging او تغليف ملون وشكله جميل. وكمان ممكن نقول drinking juice، drinking juice او في ناس او في حد في الكوميرشال ده كان واقف بيشرب الجوس وكان شكله جميل قوي، ويا سلام بقى لو كان المشاهدين في حد فيهم عطشان دلوقتي فاول ما يشوف الكوميرشال ده هيروح يشتري الجوس ده على طول. طب بيقول لنا هنا facts about the product، facts about the product او حقائق عن المنتج. ايه الفاكتس او الحقائق اللي انت عرفتها about the product او عن المنتج؟ الكوميرشال ده ادالك اي انفورميشن عرفتها عن البرودكت ده؟ طبعا اول حاجة انا قلتها في الكوميرشال بتاعي ان هو it has vitamins، it has vitamins يعني هو فيه فيتامينات. it makes me stronger، it makes me stronger هو هيخليني اقوى. its price is 5 pounds، its price is 5 pounds، its price is 5 pounds او ثمنه 5 جنيه. طب احنا كده عرفنا الفاكتس او الانفورميشن اللي هو قالها لنا في الكوميرشال ده. واخر حاجه بيسالها لنا في الاسسمنت ده او في التقييم ده is there enough information، هل كان هناك معلومات كافيه to make a good choice، to make a good choice علشان تعمل اختيار جيد علشان تختار صح يعني. فنقول طبعا yes there is، yes there is يعني نعم كان هناك enough information، كان موجود في enough information علشان نعمل good choice. بيقول لنا why or why not، why or why not ليه او ليه لا، ليه كان في enough information ولو ما كانش في ليه ما كانش في enough information. فنقول علشان الكوميرشال ده قال لنا it's healthy، it's healthy انه هو صحي. it has vitamins، it has vitamins انه هو فيه vitamins كمان. and its price، and its price is 5 pounds، its price is 5 pounds وكمان قال لنا ان سعره 5 جنيه. فكان في enough information او معلومات كافية to make a good choice، to make a good choice علشان نعمل اختيار صحيح، نعمل اختيار جيد. وبكده نكون انهينا الاسسمنت بتاعنا للكوميرشال اللي احنا شايفينه من الجروب التاني. طبعا ده اصحابي شكل تخيلي للي ممكن يحصل في الكلاس روم. انت ممكن تشوف كوميرشال تاني، ممكن الكوميرشال ده ما يكونش فيه facts، ما يكونش فيه اي information، ما يكونش فيه enough information او ما يكونش فيه معلومات كافية، ما يكونش فيه مثلا الاستراتيجيز اللي احنا استخدمناها اللي هي الcolorful packaging او التغليف الملون، او ان مثلا كان في حد بيستخدم البرودكت ده في الكوميرشال اللي احنا شفناه. المهم ان احنا نبقى عارفين ازاي نعمل assessment او تقييم للكوميرشالز او للاعلانات المختلفة. وزي ما اتفقنا ده بيكون عن طريق الكريتيكال ثينكينج، الكريتيكال ثينكينج او التفكير الناقد اللي هي اللايف سكيل اللي احنا كنا بنتكلم عنها المرة اللي فاتت. ونتنقل للبيج اللي بعد كده، خليكم معايا ونوصل لبيج 18 او صفحة 18 وفيها lesson 8 او الدرس الثامن. بيقول لنا هنا اصحابي strategies I can use، strategies I can use او استراتيجيات انا ممكن استخدمها، استطيع ان استخدمها. وزي ما عرفنا يا اصحابي احنا في شابتر 1 في ديسكفر السنة دي في الترم الاولاني بنتعلم ازاي نعمل
تنمية أو improvement ل life skills معينة المفروض هنستخدمها بقية حياتنا، وإزاي نحدد إيه ال life skills اللي ممكن نكون كويسين فيها مش محتاجين نعمل لها improvement. واتكلمنا عن مجموعة من ال life skills في الدروس اللي فاتت، كان منها ال critical thinking أو التفكير الناقد، كان منها كمان ال self management أو التحكم في الذات، كان منها ومن أهمها كمان الكولابوريشن أو التعاون، والكوميونيكيشن أو التواصل والاتصال. احنا هنا دلوقتي بنعمل ريفيجن سريعة أو مراجعة سريعة كده على اللي اتعلمناه في الدروس اللي فاتت. فبيقول لنا strategies I can use أو استراتيجيات أنا أقدر أستخدمها، أنا أستطيع أن أستخدمها. وبيقول لنا هنا work with the class يعني أعمل مع أصحابك في الفصل to list علشان تعمل قائمة at least one or two strategies على الأقل باستراتيجية أو اتنين you can use أنت تستطيع أن تستخدمها for each لكل من of the four life skills below من مهارات الحياة الموجودة بالأسفل. فهو جايب لنا طبعا يا أصحابي four life skills أو أربع مهارات حياة اتكلمنا عنهم في الدروس اللي فاتت، وكتب لنا كمان استراتيجية واحدة من الاستراتيجيات اللي ممكن نستخدمها في كل life skill من ال life skills دي. والمفروض ان هو بيقول لنا نكتب كمان احنا استراتيجية او استراتيجيتين من عندنا ممكن نستخدمهم واحنا بنعمل ال life skill دي او مهارة الحياة دي. فاول حاجة بيقول لنا الكريتيكال ثينكينج او التفكير الناقد. فبيقول لنا هو مثلا من عنده اول استراتيجيه ممكن نستخدمها واحنا بنعمل critical thinking او تفكير ناقد use think time استخدم وقت التفكير to understand لتفهم a question سؤال and consider وتحط في عين الاعتبار يعني an answer before speaking اجابه قبل ما تتكلم use think time to understand a question and consider an answer before speaking. يبقى نستخدم وقت التفكير علشان نفهم السؤال ونحط في دماغنا كده إجابة نقدر نقولها قبل ما نتكلم. دي استراتيجية هو بيستخدمها وهو بيعمل critical thinking. احنا ممكن نقول ايه كمان يا أصحابي؟ ممكن نقول مثلا consider prior learning او ان احنا نعتمد على التعلم السابق اللي احنا اتعلمناه. ممكن نقول ايه كمان؟ ممكن اقول مثلا ask myself ان انا اسأل نفسي does my answer make sense هل الاجابة بتاعتي دي ليها معنى ولا لا على الquestion اللي احنا بنجاوب عليه. طب ده في الcritical thinking. انت ممكن طبعا تستخدم اي استراتيجي من الاستراتيجيز التانية، المهم ان احنا نبقى عارفين واحنا بنعمل critical thinking احنا بنستخدم اي استراتيجية من الاستراتيجيات دي. طب في self management او التحكم في الذات، اول حاجة بيقولها لنا هنا انا عشان خاطر اتحكم في ذاتي واقدر اعمل self management لازم اعمل set goals احط لنفسي اهداف اسعى وراها. set goals يعني اضع اهداف. طب هو قال لنا اول استراتيجية ممكن نستخدمها واحنا بنعمل self management، احنا ممكن نقول ايه كمان او ممكن نستخدم انهي استراتيجي كمان؟ ممكن مثلا اقول be organized in my work ان انا اكون منظم في العمل بتاعي be organized in my work. طيب في collaboration او في مهارة التعاون بيقول لنا listen to my team ان انا استمع للتيم بتاعي للفريق بتاعي. ممكن كمان احنا نعمل ايه واحنا بنعمل collaboration share my ideas ان انا شارك ارائي. ممكن كمان ايه respect other ideas ان انا احترم اراء الاخرين. ده كله في collaboration او في التعاون. طب في communication او التواصل ممكن نعمل communicate ازاي مع بعض يا اصحابي؟ اول حاجة علشان افهم الناس التانية اللي حواليا لازم اعمل listening، فهقول listen to others ان انا استمع للاخرين. هما كمان علشان يفهموني لازم انا اتكلم بوضوح، فهقول speak clearly ان انا اتحدث بوضوح
يبقى لازم اسمعهم كويس، ولازم كمان اتحدث بشكل واضح علشان هم يسمعوني ويفهموني. بكده نقدر نعمل كوميونيكيشن بشكل سليم، وبكده نكون انهينا البيج دي ونتنقل للبيج اللي بعد كده. خليكم معايا ونوصل لبيج 19 او صفحة 19 وعنوانها My Goals او اهدافي. هنا بنتكلم عن الاهداف بتاعتي والاهداف دي بتساعدني ان انا احقق ايه. فبيقول لنا هنا follow the directions، اتبع التعليمات for each section، لكل جزء. اول حاجة write two life skills، اكتب مهارتين من مهارات الحياة you want to improve. You want to improve يعني انت عايز تعمل لهم عملية تحسين، up on تحسن فيهم. For each one write two strategies، اكتب استراتيجيتين you can use to improve. انت ممكن تستخدم الاستراتيجيتين دول علشان تعمل عملية الامبروفمنت دي او تعمل عملية التحسين دي. مرة تانية write two life skills you want to improve up on. For each one write two strategies you can use to improve. فالمفروض يا اصحابي زي ما قلنا في اول شابتر ان احنا هنحدد اللايف سكيلز اللي احنا عايزين نعمل لها امبروفمنت او نعمل لها عمليه تحسين، واللايف سكيلز او المهارات الحياتيه اللي احنا اوريدي كويسين فيها ومش عايزين نعمل لها امبروفمنت. هنا بيقول لنا بقى محتاجين ان احنا نكتب two life skills او مهارتين من مهارات الحياه اللي احنا عايزين نعمل لهم امبروفمنت او عملية تحسين. وكمان بيقول لنا اكتب two strategies او استراتيجيتين احنا هنستخدمهم علشان نعمل عملية الامبروفمنت او عملية التحسين دي. فبيقول لنا هنا يا اصحابي skill I want to improve، skill I want to improve مهارة انا عايز اعملها عملية تحسين، strategies to improve، strategies to improve استراتيجيات هستخدمها في عملية الامبروفمنت او عملية التحسين. فأول حاجة مثلا أنا ممكن أقول set goals to reach، set goals to reach يعني إن أنا أحط أهداف علشان أوصل لها. دي مثلا skill أنا عايز أعمل لها improvement أو عملية تحسين، set goals to reach. فالاستراتيجي اللي احنا ممكن نستخدمها أو الاستراتيجيز اللي احنا ممكن نستخدمها نقدر نعمل improvement لللايف سكيل دي، مثلا أول حاجة ask my father أو my mother for help، هطلب من ماما او من بابا المساعدة. ask my mother or my father for help، هطلب من بابا او من ماما المساعدة. طب ممكن اقول ايه كمان؟ دي اول استراتيجي انا ممكن استخدمها. الاستراتيجي التانية اللي احنا ممكن نستخدمها ايه هي؟ I will follow the plan to reach my goals، I will follow انا هتبع the plan الخطة to reach my goals اللي هتوصلني لتحقيق اهدافي. هنحط بلان او خطة علشان نقدر نعمل ريتشنج او نوصل للاهداف بتاعتنا. طبعا دول تو استراتيجيز او استراتيجيتين انا ممكن استخدمهم علشان اعمل امبروفمنت او تحسين لللايف سكيل دي او للمهارة الحياتية دي اللي هي set goals to reach او وضع اهداف علشان نوصل لها. طب ايه اللايف سكيل تانية اللي انا عايز اعمل لها امبروفمنت او تحسين؟ مثلا ممكن اقول organizing my work، organizing my work او تنظيم العمل بتاعي. طبعا يا اصحابي زي ما اتفقنا قبل كده مفيش اجابة نموذجية، المهم ان احنا بنوضح ايه الفكرة وايه المطلوب مننا في الدرس علشان لما نيجي نجاوب على الاسئلة نبقى عارفين احنا بنجاوب ازاي وازاي نقدر نفكر ونفهم بشكل سليم. فهنا مثلا انا هقول organizing my work، organizing my work او تنظيم عملي، دي life skill انا عايز اعمل لها improvement او اعمل لها عملية تحسين. فهنا strategies to improve او الاستراتيجيات اللي انا هستخدمها في عملية improvement او عملية التحسين life skill دي ايه هي؟ I will make a schedule، I will make a schedule انا هحط جدول علشان امشي عليه. I will make a schedule ده هيساعدني في organizing. تمام. طب تاني حاجة ممكن نعملها ايه يا اصحابي؟ I will practice daily for 10 minutes to improve this skill، I will practice daily for 10 minutes to improve this skill، انا هتدرب كل يوم 10 دقايق بس علشان اقدر اعمل improvement او تحسين للمهارة الحياتية دي.
ممكن طبعا انت تستخدم اي استراتيجيز تانية او اي استراتيجيات تانية، المهم ان انت عارف هتعمل improvement او تحسين لللايف سكيل دي ازاي. وفي اخر حاجة هنا بيسألنا وبيقول لنا write اكتب one life skill، مهارة حياتية واحدة you think انت تعتقد you are very good at، ان انت كويس فيها جدا. explain your thinking، اشرح التفكير بتاعك. انا ممكن مثلا اقول يا اصحابي I find ways to solve my problems and help others. I find ways، انا بجد طرق to solve my problems علشان احل مشاكلي and help others واساعد كمان الاخرين. دي life skill جميلة جدا انا شاطر فيها. وهوضح why طبعا، فاقول I think quietly، انا بفكر بهدوء until I find the solution. Until I find the solution، حتى أجد الحل. فأقول I think quietly، أنا بفكر بهدوء until I find the solution. Until I find the solution، حتى أجد حل الـ problem اللي أنا بفكر فيها. بكده نكون أنهينا lesson 8 وأنهينا معاه درس النهاردة. أتمنى أن أنت تكون استفدت من الدرس. لو أعجبك الدرس أعمل لايك. أتمنى ألاقي 1000 واحد استفادوا أو 1000 لايك تحت الفيديو. والأهم إنك تشارك الدرس مع أصحابك علشان الكل يستفيد. ما تنسوش تتابعونا على قناتنا الجديدة، قناة أسرية جميلة، والمجموعة بتاعتنا والصفحة بتاعتنا كمان على الفيسبوك، واللينك بتاعهم في الديسكريبشن أو في الوصف أسفل الفيديو. وفي الختام أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.